تحية طيبة مشاهدينا في الصحافة اليوم وقراءة في أهم ما تناولته الصحف الجزائرية المغاربية والفرنسية الصادرة اليوم وإطلالة على ما تناوله نشطاء التواصل الاجتماعي، فأهلا بكم جميعا ونبدأ مع الصحف الجزائرية. نبدأ مع صحيفة الخبر. بعد تمرير قانون المالية على غرفتي البرلمان هذا الأسبوع، الحكومة على موعد مع التعديل الوزاري، النواب يصدقون اليوم ومجلس الأمة السبت على مشروع قانون المالية 2025. في زاوية أخرى من الصحيفة، منتجات جزائرية تقتحم الأسواق العالمية، أجانب يكتشفون جودتها في مواقع التواصل، قصص نجاح لأصحاب مؤسسات أسست في زمن ندرة السوق. ونقرأ أيضا، من قال أن الجزائري لا يقرأ؟ تتساءل الصحيفة. إجماع دور نشر عربية على قوة الإقبال على الكتاب، إقبال كبير من فئة الناشئة والشباب على صالون الكتاب. نذهب إلى صحيفة الجزائر اليوم. بين وزارتي الأشغال العمومية والنقل، استحداث لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تجسيد برنامج تهيئة شبكة السكة الحديدية. مستشار وزير النقل يكشف وضع استراتيجية لتطوير الموانئ وتوسيع شبكة السكك الحديدية لمواكبة ديناميكية الاقتصاد. ننتقل إلى أوراس نيوز. عنونت الجزائر: الولايات المتحدة الأمريكية طريق مفروشة بفرص الشراكة الواعدة، وفقا لأحدث تقييم صادر عن صندوق النقد الدولي. الجزائر الأولى إفريقيا في الاحتياط النقدي بالعملة الصعبة. حجز 3 كيلوغرامات من الكيف و14 ألف قرص مهلوس في بريكا. أخبار متداولة نقلا عن مصادر حقوقية جزائرية: يواصل 18 معتقل رأي إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، احتجاجا على استمرار اعتقالهم لأكثر من 13 شهر دون محاكمتهم، وهو ما اعتبره المضربون اعتقال تعسفي وكيدي في حقهم. يذكر أنه تم إيداع إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في 12 من أكتوبر 2023 بتهمة جناية تنظيم يهدف إلى نشاط محظور وفق المادة 87 مكرر، وجنحة المساس بوحدة الوطن، بالإضافة إلى تهم نشر منشورات قد تضر بالأمن والنظام العام، واستغلال جراح المأساة الوطنية من خلال تصريحات وكتابات بهدف المساس بأمن الدولة، وذلك عقب نشرهم بيانا طلبوا فيه برفع القيود عن العمل السياسي وحرية التعبير، ودعا إلى إطلاق سراح المسجونين السياسيين من فترة التسعينيات ونشطاء الحراك الشعبي. وأكد إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المضربون أن خلفية اعتقالهم سياسية بحتة، وأن نشاطهم الحالي سلمي، ويسعى إلى المساهمة في تحقيق استقرار الجزائر عبر المطالبة بإصلاحات سلمية. أما شبكة ليسا الإخبارية تحدثت عن الأغنية الجديدة اللي أطلقها مغني الراب الجزائري لطفي دوبلكانون، أغنية جديدة بعنوان عمي تبون، حيث وجه من خلالها انتقادات لاذعة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد. في الأغنية تناول الزميل لطفي بجرأة قضايا الفساد وتدهور مستوى المعيشة، معبرا عن استياء شريحة واسعة من المواطنين تجاه الأوضاع الحالية. أما الآن مشاهدينا، فننتقل إلى فقرة مقاطع.
المضربون يطالبون بالإفراج. عبد السليم بن حجر نجل معتقل الرأي علي بن حجر ذكر في تصريح خاص بالمغاربية أن هؤلاء المساجين المضربين عن الطعام اعتقلوا منذ أكتوبر 2023 بعد إصدارهم لبيان يطالب بالحقوق والحريات، والسلطة ترفض عرضهم على القضاء، وقد أعلنوا الإضراب بعد أن استبعدوا من العفو الرئاسي. نتابع. بين حد الوالد والإخوة اللي معاه في 13 واحد الإطارات في الجمال الإسلامية، فمن ساعة ما نشر البيان وانتم عارفين انه اعتقلوهم في أكتوبر 2023، وكان في تأخير دائما في المحاكمة تبعهم، فهمت علي؟ حتى صار اللي صار الأسبوع الماضي، فقرروا انه يدخلوا في إغراب مفتوح عن الطعام، وكان في تعطيل من طرف الاداره في سجن القليعه. هم ارادوهم انه الاغراب بيكون من يوم الاحد، يعني بيوقعوا على المصون انهم ابتدوا الاغراب وهم يوم الاحد، ولكن هو الاغراب حقيقه فعليا كان يوم الاربعاء. فهمت علي؟ يعني من 6 نوفمبر. فلما صار في هذا الخلاف بين الاداره وبين المعتقلين السياسيين اللي كلهم من خيرة هذا الشعب، من خيرة أبناء الوطن، اللي تبتديهم من الوالد اللي هو علي بحجر إلى الشيخ أحمد الزاوي إلى أستاذ بدر الدين قرفة إلى كل المشايخ المعتقلين. فلو تشوف إلى سيرتهم المشرفة اللي يعرفها القريب والبعيد في الجزائر، لا عرفت حجم هؤلاء الناس اللي صاروا معتقلين 13 شهر، يعني من دون اي محاكمه فعليه، من دون اي تهم، الا بسبب البيان هذا الذي نشر. وهذا البيان اكثر ما يقال عنه انه كان هادئ، يعني كل المحللين اللي درسوا البيان هذا وقروه، يعني لو تشيل منه الاسماء فقط وتشيل منه يعني اسم الاطارات الجبهه وكذا، لقلت عنه انه يعني خطاب متزن عاقل لاي شخص بيعبر عن رايه السياسي في الجزائر. نبارك للزميل والمبدع لطفي دبل كانون إصدار أغنيته الجديدة، الأغنية التي لاقت تفاعلا كبيرا وانتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجاوزت 1,000,000 مشاهدة في يوم واحد فقط. أثارت أغنية عمي تبون جدلا كبيرا بين مؤيدين يثنون على جرأة الفنان في التعبير عن الواقع، ومعارضين يرون أن الأغنية تحمل رسالة سياسية. نتابع. الشباب رانا قلت لنا باللي انت راك معانا واحنا رانا معاك، دير لنا حد وشوف له وجه ربي، لكن حبيت تشوف له وجه ربي جيبوا لنا غير الخدمه برك. عاونهم يا خو، دير لهم على باليش، دير لهم بيد، دير لهم على باليش، انا عاون زواولا ام يموتوا الناس، ام يموتوا في البحر يا تبون يا خو. وش بيك هبيت؟ انت بريزيدون تاع البلاد يا خو. لجانك عدبور، لجانك في البحور، كل حراقة في بابور، هلا قول عمك تبون، لجانك عدبور، بالبيضة منامور، يا منامور، يا منامور، يا تبون، لجانك عدبور، لجانك في البحور، كل حراقة في بابور، هلا قول عمك تبون، لجانك عدبور، بالبيضة منامور، يا منامور. بلادي في بالي على بالي هبالي لبلاني عن بالي، عذابي وعبائي في عبادي بغياء اعدامي، عديد اعدائي باعمالي وعدد مالي، جامع ماني اعلامي رو عالي في العلالي، علادي كان عادي لي عادي كثر تخبينا، طغينا الغيبة والغيرة، ما بغينا الخيبة والبخيدة، تغيدنا بلادنا خيرة في غير هادرك يا نمار، الدعوة شعلة نار، مرادع الشبيبة وطايح أكثر من الدينار، اسمعني بيان يا تبون، في كل ليلة كتيلة تقيلة تبكينا، كل يوم في الكارت كلي كلي الكيلة وكمية تكيلة، كنا تكوينا تكلينا تبكينا بكية وبقرينا، كل تبلوكينا تبكينا بذكرون كيما بنقرينا، يا تبون ناس تلمو حرب وحرقوا العمادة، اليوم برباس راي ولات كارتي تابع العنابة، دوك ماكرون راهو مبريزي لو بان راي بلا كريزة، خاطك لي زالجيريا مستعمر الشوارع تاع باريس، عمي تبون لي جوني قاعدة تبور، لي جوني في البحور، كل حراقة في بابور، مالا قول عمي تبون لي جوني قاعدة تموت، بالبيضة منامور، يا منامور، يا منامور، يا تبون لي جوني قاعدة تبور، لي جوني في البحور، كل حراقة في بابور، مالا قول عمي تبون لي جوني قاعدة تموت، بالبيضة منامور، يا منامور. اون توكا بلادنا باينه طريقها مريضه ومريقله، درك بهتك راه داروا لك ريكار فروكا لاكوك وليل.
ننتقل الآن إلى فقرة التدوينات. نبدأ مع التدوينة الأولى للسيد سعد كربيش. دون عبقرية تبون ولايات جديدة، مديريات جديدة، إدارات جديدة، لجان جديدة. النتيجة ميزانية ضخمة لتسيير هياكل لا تنتج أي قيمة مضافة، ولأن مداخيل الخزينة بشقيها النفط والضرائب لا تغطي إلا نصف المصاريف. يشغل تبون مطبعة النقود لسد العجز، ليجعل من العملة مجرد أوراق بدون قيمة. وفيما يخص معرض الكتاب مشاهدين، دون السيد يوسف بوشريم لا مستقبل للديكتاتورية الفكرية، تغلق على هذا العالم يأتيك العالم الآخر، تغلق على الإنس يأتيك الجن، تغلق على الكتاب هنا يأتيك من هناك، تغلق على القارئ هنا يقرأ هناك، تغلق على الثقافة المحلية تأتيك الثقافة الأجنبية، تغلق على المبدع هنا حتما سيبدع هناك، تفشل في قيادة وتوجيه المجتمع حتما سيقاد ويتم توجيهه من حيث لا تدري. أما السيد فارس خالد، وفيما يخص انعقاد القمة العربية الإسلامية لوقف الحرب على غزة ولبنان، تساءل عن أي قمة عربية وإسلامية يتكلمون بعدما فضح خيانتهم بوب دورد في كتابه الحرب. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الصحافة المغربية الصادرة اليوم مع الزميل نبيل عبداللاوي. مرحبا بكم إلى هذه النافذة المغاربية، بداية من الصحف الموريتانية وصحيفة أنباء إنفو. نواب المعارضة في برلمان موريتانيا يصفون جلسة تصويت جرت أمس الثلاثاء بالمهزلة، فقد وصف نواب أربعة أحزاب سياسية ممثلة بالبرلمان الموريتاني جلسة الثلاثاء خصصت لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين أبرزها يتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني بأنها كانت مهزلة. وقد انسحب نواب تلك الأحزاب عن الجلسة احتجاجا على رفض مقترحات التعديل التي تقدموا بها مقابل المصادقة على مقترحات نواب الأغلبية. وخلال جلسة جرت مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين، يتضمن الأول منها النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني فيما يتعلق، الثاني بعصرنة أسواق رؤوس الأموال، وينظم الثالث مجال السندات المؤمنة. دبلوماسيا، نشاط دبلوماسي مكثف للرئيس الموريتاني على هامش قمة أذربيجان للمناخ. ومغاربيا، مركز محمد السادس للمعارض بالمغرب يختار موريتانيا لتكون في دائرة الضوء على مدى 4 أيام خلال الدورة 19 للمعرض الدولي للبناء في مدينة الدار البيضاء. إلى ليبيا وصحيفة الوسط، مجلس السلم الإفريقي يحدد أحد المصادر الرئيسية للخلاف في ليبيا. فقد قال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بأن خطر اندلاع حرب واسعة النطاق لا يزال منخفضا في ليبيا، مؤكدا أن البلاد واجهت حالة كبيرة من عدم اليقين منذ الانتخابات المجهضة في ديسمبر 2021، مشيرا إلى أن أحد المصادر الرئيسية للخلاف في ليبيا. جاء ذلك في حديث مدير إدارة الصراع بمجلس السلم والأمن الإفريقي الحاج سرجو أبا في كلمة مساء أمس الثلاثاء نيابة عن مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بانكور أدوي أمام اجتماع أديس أبابا. ومحليا في ليبيا، في جلسة يتوقع أن تثير مزيدا من الجدل، 55 من أعضاء مجلس الدولة ينتخبون تكالا رئيسا للمجلس. إلى المغرب وصحيفة الأخبار، صيانة المناطق الخضراء بتطوان تكلف 178 مليونا، مطالب بتتبع الجودة وصيانة الحدائق والاهتمام بالهوامش، وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات دون تنفيذ أمام جماعة طنجة، انتقدت سوء وتوزيع الموظفين وضعف الحكامة وصلاحيات العمدة. في عنوانها البارز تعنون الأخبار، ضريبة على المقالع والثروة،
مطالب برلمانية بإحداثها وتقديم 543 مقترح تعديل على مشروع قانونية المالية. المحامون في المغرب يوقفون إضرابهم ويعودون إلى المحاكم. وزارة العدل التزمت بإشراكهم في إعداد مشاريع القوانين. ومطالب بالتقصي في ساعات بمقاطعة البرنوص بالدار البيضاء. غياب المراقبة البعدية يساهم في تفويت عائدات بالملايير على خزينة الدولة. إلى صحيفة الصباح، التحقيق في شراء شقق بإسبانيا. مغاربة اقتنوا أزيد من 5400 وحدة سكنية في 6 أشهر، وشبهات خرق قانون الصرف تلاحق مشترين. ورفض 511 تعديلا للميزانية. اجتماع مغلق مع فرق الأغلبية بمقر وزارة المالية أثمر قبول تعديلات قليلة. وفي إحصائيات رسمية، 83% من المغاربة تأثروا بغلاء المعيشة. تختم من تونس وصحيفة الشروق وجهت له 20 تهمة. إحالة المنصف المرزوقي على قطب مكافحة الإرهاب. والمنتوج متوفر والدولة تدعو إلى التخفيض والمواطن يتذمر. الأسعار في تونس تواصل التحليق عاليا. فرغم حرص الدولة، تكتب الصحيفة، على تسقيف العديد منها ومواجهة الاحتكار، تواصل أسعار المنتوجات الاستهلاكية الغذائية القفز عاليا خارج أسواق قفة الزوالي الذي انهارت قدرته الشرائية بشكل كارثي. وفي نفس الصحيفة مجتمعيا، أسباب الوفاة غامضة، جثتان متعفنتان لأم وابنها في منزل بالجديدة. عربيا، الكيان يتوغل في الجولان بحجة منع مرور السلاح من سوريا إلى حزب الله. نختم من صحيفة المغرب، تونس ورهان الدولة الاجتماعية. بعد تواتر الإحالات القضائية للصحفيين، 37 إحالة خلال السنة الجارية. نقابة الصحفيين التونسيين تستنكر وتحذر من مغبة تواصل توظيف أجهزة الدولة لرسالة الصحفيين، وتراجع عجز الميزان التجاري بين أريحية التصرف في الاحتياطي وتداعيات ذلك على مستوى الإنتاج. وتعليميا، وزارة التربية الوطنية أو وزير التربية الوطنية يحجر تحجيرا باتا على المدرسين العموميين بتقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية. ختام هذه النافذة المغاربية في عناوين أبرز صحفها لهذا اليوم. أما الآن فننتقل إلى باريس والزميل شعبان قاسي وقراءة في أهم ما اختاره لنا اليوم من صحف فرنسية وناطقة بها. تفضل شعبان. Salam alaikum Azul Flawen, bonjour à tous, salam Oustada Wajdan. On va commencer par Jeune Afrique, on en parlait la semaine dernière avec notamment ces rumeurs et puis le ministre Ali Aoun affaibli par l'arrestation de son fils pour corruption, donc en Algérie. Voilà le titre de Jeune Afrique. On le rappelle, Ali Aoun a été le PDG du groupe pharmaceutique Saïdal pendant 12 ans. Il est devenu ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique en 2023, en mars 2023. Ses deux enfants sont apparemment mis en cause par la justice. Alors certaines presses l'affirment, d'autres le démentent. En tout cas, actuellement, donc, le ministre Ali Aoun n'a pas présenté de démission, bien au contraire, elle est toujours en activité et n'a fait aucune déclaration et aucune presse aussi n'en parle. C'est pour vous dire qu'en Algérie, malheureusement, on n'est pas spécialement dans un état tout à fait normal en termes d'expression, de liberté, de critique, puisque imaginez-vous, dans un état à peu près normal, lorsqu'un ministre est entaché, ou alors est-ce qu'il aurait des rumeurs derrière lui, bien évidemment, les ministres pourraient répondre, conférence de presse et puis d'autres médias aussi pourraient mettre le dossier sur la table, ce n'est pas le cas. Alors actuellement, donc, ce que nous dit Jeune Afrique, le fils d'Ali Aoun a été placé en détention et que le ministre, selon des rumeurs, a été démis de ses pouvoirs, mais on constate encore qu'il y a quelques heures que ce n'est pas du tout le cas. Sa fille aussi, cadre supérieur au sein du groupe Saïdal, est apparemment mis en cause dans un même dossier. Ali Aoun doit donc affronter un scandale, tout de même s'il reste discret. Son fils est donc soupçonné de corruption, d'enrichissement illicite, d'abus de pouvoir et de trafic d'influence. Voilà le papier que vous propose ici Jeune Afrique. Pas un jour qui passe sans que la presse revienne sur ses relations entre la France et l'Algérie 70 ans après donc l'indépendance.
courrier international entre la France et l'Algérie, imbroglio autour des relations commerciales. Depuis donc la visite d'Emmanuel Macron au Maroc, il est désormais acté que les relations entre la France et l'Algérie sont plus que jamais dans la tourmente. Hein. Les relations sont de plus en plus crispées entre les deux États, même si on a pu voir dernièrement, notamment en Italie, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune être plus ou moins contents de se retrouver. Mais en tout cas, en termes de diplomatie, en termes d'État à État, ce n'est pas le cas du tout. L'Algérie a démenti le 7 novembre, donc voilà ce que révèle TSA, mais on le sait, hein, démenti donc dans son journal concernant cette éventuelle rupture des relations commerciales avec la France. D'ailleurs, c'est ce qu'avait aussi tweeté pour commencer Xavier Driancourt, et on a vu aussi la réponse disproportionnée du pouvoir algérien qui rapidement il fallait vraiment répondre à ce genre d'intervention, ce genre de propos, alors que ça n'engage que Xavier Driancourt, ancien ambassadeur lui-même. Le fait qu'une telle mesure extrême, donc en parlant des ruptures de relations commerciales, fasse l'objet d'une rumeur persistante est un signe qui ne trompe pas sur le degré de dégradation de la relation entre la France et l'Algérie, écrit TSA. TSA qui estime par ailleurs que le rééquilibrage de la politique française au Maghreb est inexorablement le fait de la montée de l'extrême droite en France. Je vous le disais donc il y a quelques jours, l'extrême droite qui joue énormément avec l'immigration et la diaspora algérienne maintenant depuis quelques années. Un amalgame est fait entre immigration, islam, musulmans, délinquance. Vraiment, la droite, beaucoup l'extrême droite, hein, y va de bon cœur. Et puis, pour terminer très rapidement, Radio France, voilà, 62 ans après l'indépendance de l'Algérie, les effets de la colonisation ont suivi les générations des Algériens en France, les Algériens en France qui apportent énormément. Soit ils sont nés ici, français bien évidemment, mais ici de l'immigration, soit ils arrivent directement d'Algérie, qui apporte énormément à la France, beaucoup de talents et de penseurs, de chercheurs, d'écrivains, de médecins, d'étudiants. Alors, entre racisme et discrimination, comment les immigrés algériens ont-ils vécu leur parcours migratoire? C'est Benjamin Stora qui vous propose donc ce podcast sur Radio France. Voilà, on se retrouve ce soir, on parlera de la gouvernance du PLF qui passe à l'Assemblée nationale et qui devrait passer sans aucune opposition, encore une fois, malheureusement. صحة شعبان، شكرا بزاف. أما الآن مشاهدينا في الختام مع بعض الرسوم الكاريكاتيرية لهذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة، نلتقي غدا في أمان الله.